سلام البنات، كيراكم؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله كتكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا. المهم البنات، فات العيد، فات رمضان وفات العيد، ورجعنا للروتينات القديمه، روتينات ما قبل رمضان. المهم البنات، كما العاده شوفوا، انا يا رمضان مع التوالة ما وليتش نشري خضرة، يعني كانت باقيت لي شوية كملت بها كاع رمضان. كنتو تعرفو نهار الأول تاع العيد نخرجو فترة برا، أو نهار الزواج ديري البيض ولا ديري حاجة وريحي راسك، كاش هداك الطياب تاع فاهمين، يعني كنو كرهنا شغل، ملينا من هداك الطياب تاع دايما الطواجين اللحم. صاي وليت نتوحشت فريت أومليت، توحشت لي زومليت وحدهم، توحشت الخضرة هكا سلطة، هاد الصوالح توحشتهم. المهم اليوم انا حاشي الخضرة، غادي نشري ان شاء الله بزيادة باش ما نطش، خاصني وغادي نشري غير الخضرة، ما غادي نشري لا اللحم لا والو. اللحم حبسته صاي سيبو، قلت راجلي فوت رمضان حبسوا اللحم، دوا خضرة كرهنا منه. ايوا غادي نروح ان شاء الله نشوف نشري شوية خضرة، قلت نخرجكم هكا تشوفوا شوية احسن ما نقعد محبسه ما نديش كاع فيديو. النو كانت تطيح، الجو راه مغيم، ها كان شويه ريح، ريحه شويه بارد، ماشي بارد بارد مي نسمه. يوم البنات الجمعه وجا في خاطري الطعام بالمرقه، راني في شحال ما كليتش، توحشته. ايوا اليوم ان شاء الله غادي ندير لهم كسكسو، اروح نشيل هالخضره ان شاء الله ندير فيه غير طرف تاع دجاج صغير، عندي فيه غير طرف تاع دجاج صغير غير باش يبنن لي المرقة، هذا ما كان. المهم ذكروا عاد المصري نشري الطعام، راه خصني الطعام تاع القمح والطعام الابيض. كما تعرفوا انا وليت نخلط ما بيناتهم، ديرهم في زوج، باسكو عندي انا المصران ما نجيبش العجائن، ومنها وليت ندير هذا العفصة لقيت نتيجة شابة زعما الحمد لله، ولا شي يضرني. حزي الطيحية شفتو قدامك، ومام الكوت تاعه روعة. هيا المهم خليكم معايا البنات، دوسو شو اللايك والبارطاج، شوفوا شكون هيها وهي من اللي راه شنو ليكم نزومي لكم عندكم البنات. هيا حاله كاع ماش مليح، اليوم نهار الثالث تاع العيد، مازال كاين ناس راهم يتغافرو مازال، وكاين ناس اللي من نهار الاول ما يزيدوش، وكاين اللي بزاف ناس صله الرحم عندهم مقطوعه، يعني كل ناس كيفاش دايرين. ايوا حنا من الناس اللي الرحم تاعنا بعيد علينا، حنا عندنا غير نهار الاول نخرجوا ونولوا. هيا مهم ان شاء الله مراها كل عام ان شاء الله، انا قريبا نوصل ان شاء الله. المهم انا جيت عند المحل المصري هذا غير حدانا ماشي بعيد، مسية لقيت الكسكس عندها باش مانطاش خاطرة قدام، جبتها هو تاع القمح وهذا الأبيض، وجبت زوج حوتات لقيت الحوت، جبت زوج حوتات نطيبهم الفطور مكشنا فطرة أنا وبنتي، زوج حوتات غي صغار. نظن لي بات راهم عندي، نظن عندي لي بات منديش، هادي شاهية تشاوة ماما شبيتي. والبنات شوفوا النوم، هيا هاي خايبة من السما، ديجا كانو دايرين بلي 12 غادي تقوى، مدرتش حسابي قعدت نقول لا بالك متجيش، 12 الوحدة، هاي 12 ونص، هاي ها معرفتش نديرو، نقعدو هنا ولا نقدمو شوية، عنديش حتى فارافلويك نقول، علي نكره فارافلويك ما نشريهاش. كاين واحد ستور تاع دولار قدام هنايا، درك كي نجي فايتة نده ما نشري عليه وحده. هاني قاعدة هنا واقفة نقارع، نوت تنقص شوية ونروح، مبغاش كاع تنقص، مبغاش شي سلابيل، قلت على الأقل تخسر غير شوية نروح، بس غادي ندهم هاذيك المحل اللي في القمت. هادو ما لقيتش عندهم طوماطيس، قلت نروح نجيب عليهم طوماطيس ونجيب راس شوكلاط، هادوك عندهم خضرة على كل نوع. هيا
نروح ان شاء الله الدار. الحمد لله انه راه زلت شويه غير تقطر، حنا بروفيتينا الجري. دهمت عند واحد المحل مصري، شفت عليه الطوماطيس هيا وجي، كنت باغي ندهم دولار نجيب بارابلوي، شفتها زلت حبس متنقزيش. هيا كنت غير روحي ما دوك تعاود تبدا، في كل وحده راه مدينها 100%، يعني غادي واحد شويه تبدا طيح قاويه على الاول. كنت نبروفيتي نجري للدار وصافي. المهم راني شريت صلاحي ضروريين باش ندير كسكس ثاني اليوم، هاك شي حاجه من بعد نعاود نشريها صافي. ماشي شي خفيف شي البنات. فيت فيت جرينا والنوم ما طاحش كما كانوا داير الوحده طاح ما طاحتش. الحوتات اليوم ما قلتلهاش نقيهم لك، جبتهم كيما راه دوك انا نقيهم وصاي موال خويا ينقي لي الحوت. اي ما عنديش ديجا راهم غير صغار دوك، ان شاء الله نقيهم ندير لهم لي زيبيس ونطيبهم للفطور ان شاء الله. هذه هي البنات الكسكس، ها هو حطيته هنا. شوفوا هنا دايرين كسكس رقيق، والله عبيكم بلي غلط، رفدت واحد كسكس متوسط، والله لا شوفوا هذا راني نشوف فيه، رفدت واحد كسكس متوسط ومن بعدها لقيتها هي فيه ثقبة، الكيس فيه ثقبة، بعد يطيح لي في الآخر في المحل، عاودت رديت وجبت رفدت غير من نفس النوع بلا ما نشوف، عندكم جبت رقيق، هذا رقيق كاع ما نبغيهش أنايا، مزياني جايبة معاه هذا شوية خشين. اي معليش هذا تاع سفة ما راهش تاع ما نبغيهش انا هذا كاع، معليش اي شو باغي ندير دروك صاي طفرت جبته. ما انتبهتلاش. هنا البنات غادي نسخ الكسكس تاعي هو الاول، سي باغي نحشيه. شوفوا انا ندير كما قلت لكم الابيض، ها هو قط غرفيه كيما ها، ونكمل بال كسكس القمح، يعني دور فيها ونص على كيما قلت لكم قبيله على جاب كاع اللي يضرهم الكسكس يديروها الطريقه روعه البنات. بنينه ما في البنه، بنين بنين اش نقول لكم. المهم جربوا هذه الوصفه وغادي بزاف بزاف تعجبكم. عادي كسكس غادي نديرها كيما العاده والعوايد، يعني ما فيش حاجه جديده ولا. المهم دوك النسخه ونخليه ومن بعد نوجد له الماركه تاعه، وهذا ما استعملتهش باسكو كان عندي كسكس واحد اخر. دوك نوجد القهوة تاعي ونشرب قهوة، خصني فنجان قهوة شباب طيبتها دروك، ودوك ان شاء الله نشربها. وهنا شوفوا البنات بما انه النهار الثالث تاع العيد، انا نسيت البنات بلي نهار الثالث تاع العيد، حنا عندنا قلت لكم غير هذاك النهار الاول وصاي. اليوم كي قعدت نمشي برا تفكرت بلي اليوم هو اليوم الثالث تاع العيد، فلبست يعني انا كنت لبست هذيك الغوب تاعي، قلت اليوم نلبس هذه البدعية تاعكم عاقلين عليها، نشوف لكم عاقلين عليها ولا لا. المهم فيها لي زيستخاص هنايا، هذه تاع العيد تاعي تاع 2022 مهوت البلاد، هي بدعية قفطان، جايك القفطان تاع قطيفة وشابة، لبستها ثم في العيد كي كنت في البلاد، وجبتها معايا وما لبستهاش كاع هنا، ممكن لبستها خطا ولا مش عارف ما لبستهاش كاع، لا لبستها ممكن بالك العام اللي فات في العيد وقلحتها بالخف. بصح الحال اليوم راه بارد شويه، يعني كيما نقولوا دروك انا راني لابستها مانيش حاسه بالحمان، كنت نبروفيتي مادام نهار الثالث تاع العيد نبروفيت على الاقل نلبسها شويه. خمالي تقعد مسوسه في الخزنه. المهم البنات كنوا جبت القهوه تاعي ونشربوا ومن بعد ان شاء الله كملوا الفيديو. المهم البنات انا جبت كوفي تاعي، احلى لقطه في اليوم هي القهوه تاع الحشيه بالكاطو تاع العيد. هذيك احلى لقطه ما نكذبش عليكم، انا نحكي على روحي نولي نقارعها لها بكل شوق، وما يمكن نحكيها كما مع صحباتي ولا مع دارنا ولا نفس الشيء نفس الشيء، قاعد يقارعوا هذه القهوه تاع حشيه بالكاطو. شوفوا انا الكاطو وكاع جاني ما شاء الله جاني روعه، بس افضل افضل كاطو عجبني، يعني هو مير مشي هذا ومشي هذا، هو هذا راني بارطاجته معكم في الجروب. هذا البنات محشي بالنوات كوكو والقرقاء واللوز والكاوكاو، ولما تاه بالنيسلي جا الكو تاعه تاع فيريرو روشي هكا يقارب له، ومن فوق طاليتها بشيكولا خفيفه خفيفه كاع غير باش يتلصق لي ديك نواط كوكو،
جا من اروع ما يكون. هذا افضل كاطو قلت لكم خدمته هذا العام. وهذا ثاني هذا سون كويسون بالديول بالكونفريت، فيه بزاف صوالح. وهذا المفضل عند بنتي هو هذا المفضل، ما تخربولهاش فيه. هو البنات من الداخل كيفاش داير، ولافاخس تاعه ماشي طريه طريه بزاف، يعني ماشي ما تجيش جاريه هكا ولا تجي حلوه، تجي هذيك هي تحسوا روحكم راكم تاكلوا في النوكه. روعه. المهم البنات كنت قهوه ان شاء الله، راكم تعرفوا هذوك تاع الاخر كاع نقلعهم هذو من قبل كاع ما نسمع باللي ماشي ملاح كنا نقلعوهم، وبنتي تقلعهم ما تبغيهمش، ما زدتش كاع نعاود نديرهم. عندي قابصه دوك نرميها، ما عندي ما ندير بها واحد على هي مرض روحها. المهم البنات دوك ان شاء الله نتقهوى ونولي معاكم. شوفوا البنات هنا قبل ما نختم معاكم الفيديو، تفكرت نوري لكم هذيك الكريم اللي شريتها من سيفورا. انا قلت لكم دائما كي نجرب الحاجه وتعجبني ولا ما تعجبنيش نحط لكم الريفيو ونقول لكم كي دايره هذيك الحاجه اللي شريتها ولا ما. هذه البنات قلت لكم خطات شريتها 20 دولار، وانا كنت باغي نشري وحده نسيت كسموها، كنت باغي نشريها ب 45 دولار، واللي كانت ثما نصحتني بهذه قالت لي هذه يدوها علينا بزاف ويدوها اصحاب البشره الجافه، وانا جبتها للدار البنات مازال ما حليتهاش عندكم، استعملت غير هذا السيمبول اللي طاتها لي هنا، عمرت لي هذه وعمرت لي اللي كنت باغيتها هذه، وليتها لكم خطا الفات الثاني هذه بي، هذه هي اللي قلت لكم دير 40 دولار وعمرت لي من هذه، وقالت لي شوفي اللي تعجبك شريها. انا ديت عليها الكريمه وديتها زوج، وليت نستعمل غير من هذا السيمبول. الله يبارك استعملت النهار الاول تاع العيد، واستعملت النهار الزوج تاع العيد، واستعملت النهار الثالث تاع العيد هذا الشويه هذه، واستعملت وعاودت. يعني كنت كي نتوضى باش نصلي شتو كي توضي يعني تمسحي وكل شيء طرح لك ديك الكريمه، نعاود ندير منها باسكو وجهي انا في رمضان نشوف لي بزاف ما ولتش عندي له كريمات، راه هكا قليل وندير له كريمه تاع الليل هذيك تاع المرطب. وقلت باللي نبارطاجي معكم ونقول لكم كيفاش جاتني، باسكو كاين بزاف شي يسقسوا على الكريمات شنو نستعملوا وجينا جداد ما عرفناش. شوفوا البنات اقسم بالله غير هذه روعه البنات روعه، يعني انا كنت شحال خطا نشري هكا ونقول لكم هذه زينه وهذه زينه، مي هذه روعه. عمري في حياتي ما شريت كريمه شابه كيما، مع اني كنت نشري كريمات الغاليين وهذه 20 دولار. انا خطا وصلت شريت كريمه ب 40 دولار هذيك تاع سيسي، بصح كي يعني عاقله كي كنت ندير الكريمات هذوك نحس باللي نحس بروحي باللي مديرونجي بلي حاجه راهي في وجهي، هذه ما حسيتش كاع بلي حاجه راهي في وجهي، يعني درتها نهار العيد ما عييت باسكو انا كي ندير كريمات خطاش هاكا تحسوا بلي عييت وباغي ترقدوا تنعسكم الكريمه كي تكون فوق وجهكم. هذه درتها نهار الاول ما عادي كانه مانيش كاع دايره، ونهار الزوج ثاني ونهار ثاني يعني وليت نديرها من ديك عجبتني، وليت يوميا نديرها، وانا ما نديرش يوميا الماكياج بصح هذه ثلاث ايام وليت مداومه عليها، يعني دائما نديرها في وجهي. روعه البنات من افضل الكريمات اللي استعملتهم، بصح الا زدتوا لها هذه رجعوا لي الخبر وقولوا لي كيفاش جاتكم هذه البنات. شنحكي لكم هذه تزيد تعطي واحد اللمعه وتعطي واحد الرطوبه لهذا الكريمه. شوفوا حتى هذه البنات اللي دير ب 45 دولار جربتها، حطيت تحتها هذا البرايمري كريم، هذه تجي بيضه شفافه يعني مرطب وكل شيء، وحطيت فوقها هذه البنات والوجه تاعي ولا يبريك والله لا ولا يبري. هذه ثاني شابه البنات تحقروهاش، يعني شابه وخاصه اللي عندهم بشره تاعهم شويه زيتيه ولا نص نص يشروها. راني دوك لقيت لافوطو تاعها نحطها لكم هنا تشوفوها ان شاء الله، مي انا ننصح باللي جربته. هذه البنات روعه، قلت قبل ما نكوبي الفيديو نوريها لكم بارطاجيها معكم، وغير 20 دولار ماهيش غاليه، ومن سيفورا يعني حاجه دوريجين وكل شيء. ايوا نتمنى ان شاء الله تخلوا لي لايك وخلوا لي كومونتير تاعكم، بارطاجوا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم، وانتظروني في فيديو جاي ان شاء الله. ومع السلامه حبيباتي.